السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعو ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن تكونوا جميعا في صحة وعافية. يسعد جمعية أئمة المساجد بالقيروان بالاشتراك مع إذاعة الحياة FM أن تصحبكم طيلة شهر رمضان في حلقات دينية تعبدية تنير طريق المسلم بإذن الله تعالى لينعم بسعادة الدارين. جعلنا هذه الحلقات تحت عنوان شامل لكل الحلقات، الصيام جنة، وهذا العنوان مأخوذ من حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، إلى آخر الحديث. ومعنى الصيام جنة بضم الجيم، قد يذهب بعض الناس إلى يقول جنة، جنة أي بمعنى يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. والصيام حجاب يتستر به الصائم حتى لا يعبث به هواه فيرديه في المآثم التي توعده الله عليها بالنار، ونسأل الله السلامة. اشترك في إعداد هذه الحلقات وتقديمها كل من الشيخ رضا الخلادي إمام خطيب بجامع الحنفية، والشيخ الشادي العزعوزي إمام خطيب بجامع اللطيف، ومخاطبكم خليفة ميراوي إمام خطيب بجامع عبد الرحمن بن عوف. الشيخ رضا الخلادي، مرحبا بك. مرحبا بكم شيخ خليفة، ومرحبا بالمستمعين، تقبل الله صيامنا وقيامنا جميعا. بارك الله فيك. الشيخ شادلي العزعوزي، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالأخوة المستمعين في الحياة FM. السلام عليكم ورحمة الله، صوم مقبول، وإن شاء الله يتقرب يتقبل عباداتكم ويكون في ميزان حسناتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. جعلنا هذه الحلقة عنوانا حقيقة العبادة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة أرسل الله تعالى كل رسله إلى العباد ليدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، فقد قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الشيخ رضا، لو تكرمت أن تعرف للمستمعين ما معنى العبادة، ما هو مفهومها،
تفضل. طيب بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب سنعرف بإذن الله العبادة، ومش يكون في الحصة هذه اللي عنوانها العبادة أو حقيقة العبادة، مش يكون فيها تعريف للعبادة، وسنتناول أنواع العبادة وأقسامها وكذلك شروطها. لكن قبل هذه العناصر اللي ضبطناها نحن يعني كلجنة من جمعية الأئمة، نحب لو تسمح سخليفة نحن في اليوم الأول في رمضان لازم يكون عنا محبة لرمضان، يكون عنا شغف برمضان. كيفاش تتحقق المحبة هذه، وكيفاش يكون عنا شغف برمضان وفرح برمضان؟ باستقباله، لما يكون معنى الاستقبال فيه حفاوة كبيرة وفيه يعني انشغال بهذا الصيام بهذا المنسك، فبإذن الله نقبل على رمضان إقبال حسن وتتحسن عباداتنا. وهذا المطلوب أصلا من المنسك هذايا، أن لما يكون في رمضان إنسان صائم أن كل عباداته تكون بإذن الله على أحسن وجه. من استقبال رمضان ومن الفرح برمضان الدعاء أن يبلغنا الله رمضان، وقد يعني بلغنا رمضان والحمد لله، أن نحمد الله سبحانه وتعالى، أن نحمد الله أن بلغنا رمضان. ثم الفرح والابتهاج، فرح وابتهاج بأن تفتح أبواب الجنان، نفرح برمضان أن فيه فتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. كذلك من استقبال رمضان ومن الفرح برمضان عقد العزم على اغتنام أيامه بالذكر بالصدقات بكل أنواع البر، الحرص على التفقه في أحكام الشرعية. والدرس هذايا أو الحصة هذه هي تعين المسلم، تعين عامة المسلمين عامة الناس أهل القيروان على معرفة أحكام الشرعية، لأن مش ناخذوا عدة أحكام شرعية ومش نتحدثوا عن كثير من الأحكام الشرعية في الحصة هذه وفي حصص قادمة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. العزم على ترك الآثام، هذا يعني نحن نحسوه من في قلب المسلم في قلب المؤمن، أن لما يكون يأتي رمضان يعني يجي تكثر أعمال البر بين الناس وتتحقق المودة بين الناس ويجتنبوا ويتركوا الآثام. نذكر ربما الكثير منا يتذكر أن فما ربما يعني نسميوها يعني فما انتهاك حرمة الله بالخمر أو بحاجة من مثل هذا في سائر الأيام، لكن في رمضان يعني يجتنبوا الناس، تجتنب هذه المناكير وتجتنب هذه الأثام لحرمة رمضان. الأعداد الجيد، نعم يعني للعبادة للتقرب من الله سبحانه وتعالى، فتح صفحات جديدة للتوبة، العزيمة على استغلال أيام واستثمار أيام رمضان، ممكن إفطار الصائمين كذلك في رمضان، إتقان العمل في رمضان، الجهد والاجتهاد من التلاميذ ومن الطلبة كيف في رمضان، ما يكون فما تراخي وأنا صائم ومن جمج وكذا. لا، الصيام يعني فيه منحة من الله سبحانه وتعالى، فيه عطاء من الله سبحانه وتعالى لشد الأيدي على الصلاح وعلى التقوى. فالله سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا ويهدينا سبل السلام وطرق الخير بإذن الله في هذا الشهر الكريم. أمين. طيب سي خليفة، قلت لي أنت أنا نتوجه الآن إلى صلب الموضوع، موضوع اليوم أو الحصة اللي هي بعنوان حقيقة العبادة،
وهذا مش يكون فيه كلام طويل، قد تكون حصة، قد تكون أكثر من حصة، حصتين ثلاثة ربما في هذا الموضوع اللي هو حقيقة العبادة. نبدأ بحقيقة العبادة، نبدأ بالتعريف اللغوي والاصطلاحي، وإن كان التعريف اللغوي ربما ما يعنيناش بدرجة كبيرة على اعتبار اللي هو يعني تعليمي، هو تعليمي، هو أكاديمي نسميه، فهذا يعنى به أكثر الطلبة والتلاميذ. مش ناخذه بسرعة بإيجاز وأمر إلى التعريف الاصطلاحي اللي يعنينا أكثر. التعريف اللغوي للعبادة يفيد معنى التذلل والخضوع، التذلل والخضوع، وبطبيعة الحال كمسلمين التذلل والخضوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا اقتران التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي، على اعتبار أن اللغوي هو التذلل والخضوع، والاصطلاحي شنو هو؟ اسم العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضيه من أعمال، الأعمال الباطنية أو الظاهرية، سواء يعني تكون يعني على مستوى الأركان أو على مستوى ما هو واجب أو على مستوى مستحبات إلى غير ذلك من الأعمال. فالاسم الجامع هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فأي عمل يقوم به إنسان مما يحبه الله أو يرضاه، أو أي قول يقوله الإنسان مما يحبه الله ويرضاه، فهو عباد. وهذه الأقوال أو الأعمال مش جينا بعد في التفصيل في الأنواع، مش جينا الأنواع فيها تفصيل. فإذا كان قلنا نحن يعني أن الأعمال اللي ترضي الله سبحانه وتعالى هي عبادة، فنفهم من هنا أن مفتوحة العبادة، معناها ماهيش كما يفهم البعض اللي هي يعني أركان أو واجبات أو شعائر فقط. لا، العبادة مفتوحة، مفتوحة يعني باتساع كبير وعميقة في نفس الوقت، عمق واتساع. فالعبادة بطبيعة الحال كما ذكرت كل ما يرضي الله، بر الوالدين يرضي الله سبحانه وتعالى، الإتقان العمل يرضي الله سبحانه وتعالى، طلب العلم يرضي الله سبحانه وتعالى، اجتناب كل ما هو محرم أو كل ما هو شر وإيذاء للناس يرضي الله سبحانه وتعالى، الاقتداء بسنة رسول الله والسير على والسير على سيرته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يرضي الله سبحانه وتعالى ونرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المفهوم العام، المفهوم الشامل للعبادة، وهو مش يجينا من خصائص العبادة. بعد نتحدث عن خصائص العبادة، مش ناخذوه كعنصر مستقل، الشمول كخاصية من خصائص العبادة فيما بعد. بارك الله فيكم شيخ ليفا. بارك الله فيك شيخ رضا. حقيقة بالنسبة لهذا الأمر، الخضوع والتذلل كما ذكرت شيخ لله تعالى، بطبيعة الحال الخضوع والتذلل هو إحساس وحب لله تعالى. والمسلم الذي يخضع لله تعالى ويطيعه ويتذلل له، وفي تذلله وخضوعه لله تعالى يشعر برفع وسمو، خاصة في الصلاة عند السجود وعند الركوع كما سنأتي بعد ذلك. فلا بد إذن من المسلم أن يعرف حقيقة ربه. ولهذا كما يقول بعض العلماء أن الإيمان بالله تعالى يسبق العبادة. فهذا الخضوع وهذا تذل إلى الله تعالى يأتي عن طواعية، عن حب لله تعالى، باعتبار أن الله تعالى هو الرزاق، هو الذي رزقه، هو الذي خلقه ورزقه، وهو الذي يحفظه، وهو الذي يعطيه، والذي بيده كل شيء، وهو الذي يتوجه إليه في كل شيء. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فإذن نسأل الله تعالى أن يهدينا ويوفقنا إلى حسن عبادته. نعم، يعني الله يبارك فيكم. هذا هو تقريب التعريف الشامل الذي ذكرناه، وإن كان تعقيب موجز خليفة في الإيمان. تفضل. الإيمان بطبيعة الحال هو الإيمان أو التوحيد لله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، هو أعلى
أعلى مراتب العبادة، أعلى مراتب العبادة. وهذا مش يجينا في أنواع العبادة، كنا ناخذ أنواع العبادة مش نتناوله بإذن الله ونربط العنصر هذا بالتعريف. بارك الله فيك. جاء في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ومنها قول أبي ذر رضي الله عنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فهل معنى هذا أن المسلم إذا اكتفى بقول لا إله إلا الله وآمن بقلبه بالله تعالى قد أدى عبادة الله كاملة، أم هناك أمور أخرى إلى جانب ذلك لا بد أن تتحقق حتى تكتمل عبادة الله تعالى لربه؟ شيخ شادي، هل لك أن توضح هذا الأمر للمستمعين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقة واستعين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بالخير الكل، بالمستمعين الحياة فهم، سيدة خليفة مرحبا بكم، خويا رضا توا بدأ يأسس للموضوع الأساسي وهو تعريف العبادة. العبادة أنواع عديدة متنوعة ولا تقتصر على الشعائر التعبدية اللي يعتقد فيها الكثير من الناس من صلاة وزكاة فقط. العلماء قسموا العبادة إلى أربعة أنواع: عبادة قلبية، نعم، عبادة قولية، عبادة مالية، وعبادة بدنية. وسأحاول أن أختصر فقط مجرد إشارات ثم نتعمق إن شاء الله. العبادة القلبية هي ما يقوم به القلب، وسلثاته مزلكي عرج على الإيمان، والإيمان هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقلب. وهنا يمكننا أن نستحضر حديث جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم آخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان أساسه هو القلب. من العبادات القلبية النية، وهي أهم عبادة قلبية وأساس كل العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. والنية هي التي ترسخ في القلب. جرى على لسان البعض يقول لك النية ما اللي ننطق بها، يعني لا، الأساس بتاعها. احنا البارح أول ليلة في رمضان الناس كل وقت اللي استيقظت للسحور الواش مش يتسحر، هو ذلك الاستعداد النفسي لأداء عبادة الصيام إن شاء الله ربي يتقبل. كذلك المؤذن وقت اللي يقول قد قامت الصلاة الناس كل تقوم ويتجهون إلى الصفوف الأولى الواش، هذا كله لأداء العباد. ليس ضرورة أن تقول اللهم إني نويت صلاة الظهر مع الإمام. إذن فالنية هي العبادة الأساسية الأولى القلبية. يأتي بعد ذلك التوكل على الله، والتوكل على الله هو من العبادات القلبية العظيمة، ومصداق ذلك قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل يعني الاعتماد مع عدم ترك الأخذ بالأسباب. فلابد من الإنسان أن يعزم ثم يتوكل على الله ثم يأتي العمل الذي سيأتي. من العبادات القلبية كذلك الإخلاص، وسنأتي إلى شرحه. والإخلاص أن يخلص الإنسان لله جل وعلا، يعني أن يكون عمله وقوله كله لله جل وعلا. وهذا يؤكد سيدنا إبراهيم عليه السلام على لسانه في القرآن الكريم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. من العبادات
القلبية كذلك المحب، هذه المشاعر التي تختلج في نفس كل إنسان فينا، من بينها محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث سيدنا عمر وقت اللي قال له الآن يا عمر، شنو معناه؟ يعني محبة الله جل وعلا، تطبيق أوامره، ثم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أهم أسس المحبة التي لابد أن ترتكز وترسخ في قلب الإنسان. نحن في شهر الصيام، من المحبة كذلك محبة كتاب الله جل وعلا، وتنجيه كيفاش من السنة أن يواظب الإنسان حتى على ورد يومي في هذه العبادة. محبة الخير للآخرين، كذلك أن يبعد الإنسان نفسه عن أمراض القلوب، وهذه الأمراض التي تحبط الأعمال. نعم. وما أكثرها يا سخريف، من حسد، من رياء، من تكبر، من عجب، هذه كلها عبادات أو كلها مفاسد، هي التي لا تجعل للعبادة شيئا. يعني الإنسان يطهر قلبه من البغضاء، من الكراهية، من الحسد. أنت في نعمة سخريفة، أنا نتمنى النعمة ذيك الانتفاء أن نكون مثلك، هذا مش حسد، لكن أنا نحسد فلان الفلاني، يعني نتمنى النعمة اللي هو فيها أني تزول عليه والعياذ بالله. أسأل الله السلام. بطبيعة الحال أنا نتمنى النعمة الفلانية ما كانت النعمة، خاطر النعمة ذيك أنا ما عنديش، شنو معنى أحسده؟ يعني نتمنى أن تبعد عليه، تزول عنه. وهذه الأمراض القلوب ما أكثرها في مجتمعنا. الشيخ الشادي سمحني ذكرتني توا الحديث هذاك اللي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح متفق عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي يكره الخير لأخيه فهذا قد ابتعد عن الإيمان، لعله في الدرجات الدنيا من الإيمان، لعله اكتفى فقط بكلمة الشهادتين فقط. نعم. يعني السيد هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبين لنا أن الإيمان يخلق، يعني بلغتها الدارجة يتهرى. نعم. يبلغ، يعني هذه من أهم الأسس، محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الخير، هي من الأساس التي تقوي درجات إيمان المسلمين. هذا تقريبا التعريف اللغوي أو النوع الأول من العبادات القولية، وهي العبادات القلبية. القلبية لابد منها أكيد. نعم الشيخ شادلي، سمحنا نتفاعل معك شوية، وانت أثرت فينا هذا الأمر بهذه التعريفات وهذه الأشياء. في حديث رواه مسلم يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قدسي، يقول الله تعالى لملائكته إذا أراد، والإرادة هنا بمعنى النية أو العزم، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هو لم يعمل تلك السيئة ولكن يعني تركها خوفا من الله تعالى. هذا عمل قلبي جرى في داخل المسلم، ترك تلك السيئة خوفا من الله تعالى، فالله تعالى كتب له بذلك أجرا. بارك الله فيك. مازلت العبادات القولية. نعم. والعبادات القولية هي التي تجري على اللسان، كثيرة ومتنوعة، أساسها وأهمها هو شهادتك. ونرجع لهنا الحديث جبريل عليه السلام، أول حاجة سأل عليها وقت اللي قالوا أخبرني عن الإسلام، أول حاجة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من أصل حديثه أن تشهد، أن تقر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه هي مفتاح الجنة، هذه علامة الإسلام، وهي نطق الشهادتين. من العبادات القولية كذلك قراءة القرآن، ونحن في موسم القرآن، نحن في موسم الطاعة اللي هو شهر القرآن، ونعرف أن شهر رمضان هو شهر يحتفل فيه المسلمون
من العبادات نتاعهم هو القرآن، تلاوة، سماعا، شرحا للمعاني نتاعه. وانا ديما نقول هنا ونأكد على ان الانسان لابد ان يكون له ورد يومي حسب قدرة الانسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافس يجتهد بطبيعة الحال. سريضا كل واحد على الاقل ما يخرج الشهر رمضان، على الاقل يكون عمل ختنتين. يعني انا بالحساب نقولها ديما ونشجع العباد، راهو الجزء بالنسبة للانسان العادي ياخو ما بين ليحفظ، يعني ياخو تقريبا ما بين 15-18 دقيقة. الانسان اللي تعتع واللي صعيب عليه راهو عنده اجر مضاعف، راهو ياخو من عنده نصف ساعة، راهو نصف ساعة يوميا كي باش تاخذها انت تضربها في الاثنين تولي ساعة كاملة مش تحفظ فيها او مش تقرأ فيها جزئين. بقدرة ربي ليلة النصف تختم الختمة الاولى، وبقدرة ربي ليلة العيد تختم الختمة الثانية. من أهم العبادات القولية كذلك الدعاء، ولعل هذه العبادة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: الدعاء هو العبادة. لخص المصطفى صلى الله عليه وسلم العبادة كلها في الدعاء. علاش؟ لأنها تعبير عن مسألتين هامتين، أولها خضوع من العبد وفقر وحاجة، ثم تعظيم لله سبحانه وتعالى. والعبادة هذه فيها إقرار بأنك ضعيف، فيها إقرار بأنك محتاج، والآية الدالة أننا نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وهو الغني على كل أعمال. وفي نفس الوقت أنت وقت تدعي المولى سبحانه وتعالى فأنت تدعو الكريم، تدعو الغني، تطلب من ربك جل وعلا من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، يعني أن تثني على ربك وأن تطلب حاجتك وأن تتضرع وتتذلل إلى الله جل وعلا. يا أخياني احنا توا في شهر رمضان، ادعوا ربكم وتوجهوا إليه وخاطبوه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيستجيب دعاءنا إن شاء الله. من العبادات القولية كذلك هي الذكر، لعل العبادة هذه قال فيها ربي جل وعلا: يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. العبادة هذه طلبنا منها المولى سبحانه وتعالى أن نكثر من هذه، لأنها سهلة وبسيطة، ولأن اللسان الذي يكرر هذه العبادة يصبح رطب، يصبح لين الإنسان متاعه. أنواع الذكر عديدة، عليها الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفضلها كثير جدا. يعني فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصى ولا يعد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون بها، وهو فرض عين على كل مسلم ولو مرة واحدة في عمره. المرة الواحدة هي المفروض، ما زاد على ذلك بيصبح نوافل، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني لهنا ما شرعت هذه العبادات اللي هي الذكر إلا لتحسن من الإنسان في علاقته بالمولى سبحانه وتعالى. من العبادات القولية كذلك التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل التسمية سمحني الشيخ الشادلي، ذكرت آية أنت قلت الإنسان يكثر من الذكر، وكذلك يذكر الله في كل حال يكون عليه، لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في كل حال مش ناخذ فاصل وتوصل لنا هالنفحات هذه الشيخ الشادلي، بارك الله فيك. فاصل وإن شاء الله نعود إليكم أيها الإخوة المستمعون.